عليكم أن تعودوا إلى رشدكم، فنحن لا نريد أن نغير نظام الحكم لديكم، لكن عليكم أيضا أن تعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تفعل أي شيء تريده إن شاء الله. الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وقدود إن شاء الله. لا ما أنت بقدها. لا لما أتكلم لما أتكلم أنت تسكت. لا أنت اللي تسكت يا أخي تعلم يا معالي الرئيس. أرجوك إعطاك الكلمة لقطر مرة أخرى أرجوك سوف تضطرنا إلى الرد على ما يقول. لا أحاول أن أقول شيئا لك، لكن فتح الحديث مرة أخرى لقطر سوف يجعل الدول الأربعة ترد عليها، فإذا أردتم أن نبقى هنا إلى الصباح أنا ما عندي مانع. أنا مستعد بس أريد أن أعطي لكل وفد حقه في التعبير عن موقفي، هذا من مسؤولياتي. طال عمرك.